وزير الخارجية أنطونيو تاياني في زيارته الثالثة للقاهرة، ضيف عزيز وصديق نعتز بالعلاقة اللي نشأت فيما بيننا والسعي المشترك من قبل معالي ومني لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين والتنسيق فيما بيننا من أجل الارتقاء بالعلاقة والاستفادة المتبادلة من كافة أوجهها. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس. كما تتوقعون تركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية، ولكن تطرقت لوقت طويل للأحداث الجارية في غزة، وكان هناك تبادل رؤى حول هذه التطورات المؤسفة وأهمية التصعيد، تخفيف التصعيد ووتيرة التدمير واستهداف المدنيين والعمل على خروج من هذه الأزمة ومراعاة القوانين الدولية المتصلة بحماية المدنيين. تناولنا أيضا بقدر كبير، سواء خلال تشرف الوزير بلقاء السيد الرئيس أو خلال مباحثاتنا، العلاقات الثنائية السياسية الاقتصادية. كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الرابع على مستوى العالم، عدد كبير من الصادرات، 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية. وبنسعى، وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين نظرا للحضارتين القديمتين، ولكن أيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية، والأهمية اللي بنعلقها على التعاون أيضا في مجال التعليم. وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، لكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وأيضا التركيز على إمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة اللي تأتي لاستفادة الجانبين. خلال هذه الزيارة تم صياغة بيان مشترك سوف يصدر ويوزع على سيادتكم، يتناول الاهتمامات فيما بيننا في إطار تنمية العلاقات، الجهود لتعزيز أهداف مصر التنموية، العمل في النطاق السياسي وقضايا الهجرة غير الشرعية، مقاومة التنظيمات العاملة في هذا المجال، وأيضا توسيع رقعة التعاون الثقافي. حقيقة نحن نسعد بالزخم الحالي في العلاقات المصرية الإيطالية، ونتطلع لاستمرار التواصل والتنسيق بما يأتي برؤية مشتركة حول مجالات التعاون. ونحن لنا أطر عديدة من ضمنها منتدى غاز الشرق المتوسط، ونسعى لتنمية العلاقة في إطار الطاقة، سواء كانت الغاز أو الوصل الكهربائي فيما بين البلدين. فبرحب بمعالي الوزير، وأتطلع إلى فرصة قادمة للقائنا واستمرار هذه العلاقة الهامة التي تعود بالنفع على كل منا، والتي أيضا تحقق الاستقرار في منطقة المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة. شكراً.